ما فيهاش واحد بيتكلم زيي، ما عداش على السطر اللي انا عديت عليه. كلام خطير هنقوله النهارده لله وللتاريخ. قبل ما نقوله، قبل ما نبدا بيه، سؤال من اخ عارف ان فلوس اخته حرام وراح كل عندها هو واولاده، فماذا يفعل؟ كلته ب 100 جنيه طلعها، دبرت بخاطر اختك. والقاعدة العامة في هذا الدين، إذا دعي أحدكم، ده كلام النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إلى طعام أخيه فلا يسأله أحلال هو أم حرام. حد قالك تفضل عندي، لبي الدعوة وروح كل، وما تسألوش ده من حلال ولا من حرام. أنت شور متأكد مش بس إنك هتاكل عند أختك وتطلع تمن اللي كلته وتتخلص منه، ولكن أختك يعني أنت وليها برضه، انصح لها بالمعروف إن المال الحرام ده هيتخنكوا للنار. وطبعا الكلام ده انا بقوله لا مسؤوليه على طفل ولا على ام، المسؤوليه على الكاسب. يعني يجوز للام انها تاكل، او الزوجه يعني، والاولاد من مال الاب الحرام وهو اللي هيتحاسب، ولكن لا يتمولوا ولا يكتروا يعني ولا يفخفخوا. اخونا من بلاصفوره البلد العزيز الغالي عندنا في سوهاج كان تعبان وعمل توكيل لاخته، كلتهم. قلت له حلين اتنين، البينة على من ادعى او حد يقول لها اتقي الله. قال ياما قالوا لها. انا بيني وبين حضراتكو يعني بيبقى عندي خلفية لازم اقولها، ان انا لو سألت الاخت دي وتلاقيها حاجة بيت الله واعتمرت، انت كلت فلوس اخوكي؟ تقول لا، ما انا هو كلني قبل كده فانا خدت حقي. الاجابة لا ينفعش ابدا. ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اخوك ائتمنك وعمل لك توكيل لانه مريض، ما تصرفيش حقه في الميراث وتكليه ابدا، رجعه له قبل ما ياخد حسناتك يوم الدين. ويوم الدين ده قريب جدا، من مات فقد قامت قيامته. ام نجلة من الكويت ربنا يكرمها، وبشكرها وبشكر كل مشاهدينا في الكويت، بتقول هل هناك من تعارض في ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة فغسل اعضاء وضوئه مرة، واقرا تاني انه غسلهم 3 مرات؟ ازيدك يا ام نجلاء بان الامام الشافعي رضي الله عنه ذكر بان النبي صلى الله عليه وسلم غسل اعضاء الوجوه الوضوء مرة، ثم مرة اخرى غسل 2، ثم مرة ثالثة غسل 3 مرات. قال الامام الشافعي وليس في ذلك تعارض، وإنما ليبين لأمته أن غسل الأعضاء مرة يجوز ومرتين يجوز، والأكمل والمنتهى 3 مرات، لا تعارض. وبقول لك ده جايز وده جايز وده جايز. الأخ اللي هو محترم جدا من طنطا أبو مصطفى بيسألني سؤال برضو، يمكن يكون أنا الوحيد في حياته اللي جاوبه الإجابة دي. هل يجوز ان انا اخد البويضة من مراتي والنطفة حيوان منوي مني ونزرع الجوز في رحم مراتي التانية عشان يبقى يعني نبعد عن حكاية الزنا اللي بقولوا عليها، ولا لا يجوز؟ بقوله لا يجوز. مراتك لا يستقر في بطنها جنين، انا اسأل الله ان يستقر، والله سميع مجيب. لا يجوز ليه؟ لان ربنا في القرآن حسم القضية في نص سطر، قال إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. اللي طلقت هتبقى الأم حتى لو كانت البويضة من مارجريت. نوعى للدرس ده ونقول الأرحام ليست محلا للإيجار ولا للأمان. فيش النبي شيلين دي عندك لغاية لما تولدي وديه لأختك أو ضرتك أو بنت عمك، دجل وحاجة وحشة قوي ولا تجوز بحال من الأحوال. إيه تاني؟ اختلاف الأجيال. مهندس حسين أخويا بيرجوني ان انا اوضح ان الابناء تعبين ابوهم، لحد من اصدقائه وصاه كلم الدكتور مبروك عطيه يكلمنا. شاكر من دبي ناخده ونرجع لسؤال حسين واختلاف الاجيال. تفضل يا شاكر. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام حبيبي. ازاي الصحه يا دكتور مبروك؟ ربنا يسترك يا شاكر. ربنا يديك الصحه ويخليك يا رب. اياك يا حبيبي. دكتور مبروك، بالنسبه للمواريث. لا يا حبيبي. الشخص عنده تركه مثلا وقسمها وهو عايش بس بنفس الانصبه. ايوه نفس الانصبه، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز يا شاكر.
طيب من بعد هتفضل حبيبي. من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني بعد ما يودوه التراب وصلوا عليه ودفنوه يرجعوا يوزعوا المواريث بعد الوصية. وهذه لو وزعها وهو عايش هيوزعها بالأنصيبة وكل حاجة، هيعيش يبقى ازاي؟ ياكل منين؟ يشرب منين؟ هو خرج من ماله. قال عمر بن الخطاب: من خرج من ماله لأضربنه حتى أوجعه. اللي يخرج من ماله ويوزعه كله على الورثة وهو عايش كده، كان عمر لو عايش هيجلده، لأنه حر التصرف في ماله، ما يخرجش من مال أبدا عليه زكاة، هيوزعه فهتتروح الزكاة، وحنبوظ شرع ربنا بهذه السلوكيات. هقول تاني، أخونا أولاده تعبين وهم كبروا وبيقولوا له أنتوا دقة قديمة، أما إحنا فجيل النت والكمبيوتر والأفكار الجديدة، ففي صدام. أنتوا عارفين أنا ليا كلمة عشان بس أقول بسرعة وأدخل للموضوع الخطير الدامي المهم جدا. الكلمة دي بتقول إن أجمل فترة بيستمتع فيها الأب بأولاده عندما يكونون صغارا. عد كما كنت صبية تملأ الدنيا علي. دي قصيدة شعر ليا بقولها لابني لما لقيته كبر ومهموم وحزين، وعمال أجيبه شمال يروح يمين، أجيبه يمين يروح شمال. لما غلبني: أنت زعلان على الكرة الأرضية؟ ما ينفعش. وده له صلة بموضوع النهاردة، بلاش يا ولدي. فبقيت أفتكر، حتى قلت في القصيدة دي: فاكر لما كنت أخدك وأروح بك أي مكان وأنت سعيد، أشتري لك أي نوع من أنواع الشوكولاتة وأنت سعيد، كبرت وبقت لك ذاتية، كل دي يقول لي لأ، البس دي يقول لي دي إيه إيه إيه، حاجات زي كده. الإسلام ريح الدنيا كلها وقال أترك له الحبل على الغارب ما دام بلغ وبقى راجل ومستقل بحياته. لكن طول ما هو تحت إيدك: من أكل لقمتي فليسمع كلمتي. ده قانون الدنيا وقانون ربنا، حتى يستقل بحياته فيبقى أخ وصديق يشاورنا. أنا عايز أقول للأولاد: حتى وإن اختلفت ثقافتك عن ثقافة أبيك فاعلم أن أباك كعبة. اللي هيدخلك الجنة الراجل ده، موضة قديمة موضة نيلة، وقف قدامه كده زي ربك ما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تعالوا بقى للموضوع الكبير جدا. أنا عندي حديث في البخاري، كنت النهاردة منوه أبارك لكم على نفي الكون في القرآن الكريم اللي طلع متقرب عليه شوية عشان خاطر الناس تشوف العنوان أحسن يقول لك ده كلام مش مظبوط. نفي الكون في القرآن الكريم، إن شاء الله الأسبوع الجاي بقى أقول لكم فكرة هذا الكتاب، لأنه برضه هو امتداد لحلقة النهاردة فيه حاجات. لكن الموضوع هنقرأ مع بعض بالعلم بالراحة خالص خالص بهدوء من غير تعصب. في حديث في البخاري على إيد اليمين رواه أبو هريرة. البخاري يعني له شنة ورنة وريحة، أصح كتاب بعد كتاب الله. يقول فيه النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون لما يصرف الله به الأذى عني؟ يعني ما فكرتوش ربنا بيصرف عني الأذى إزاي؟ وراح شرحها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شرحها قال: يشتمون مذمما ويهجون مذمما وأنا محمد. خلص الحديث. قريش لما كانت تشتم النبي ما تقولش محمد كذاب ولا محمد شاعر، وإنما يقولوا مذمم. مذمم على وزن مفعل، ومحمد على وزن مفعل، بس محمد من الحمد ومذمم من الذم، يعني يجيب عكس الاسم. هو بيكره النبي قوي، فبدل ما يقول عليه محمد يقول مذمم، لأنه مش عايز يقول محمد، مش طايق الحمد. أنت محمد أنت؟ زي لما تشتم حسناء، واحدة اسمها حسناء، وتقول لها يا دميمة، لأنك ما أنتش قادر من كرهك ليها تقول لها يا حسناء. فالنبي اعتبر ده صرف للأذى، يعني ربنا خلاهم ما يأذوش النبي. سؤال صغير خالص، هل هم لما كانوا بيقولوا مذمم أبينا، مذمما أبينا ودينه قالينا وأمره عصينا، مرات أبو جهل كانت بتقول كده مذمما، تقصد مين يا حلوين؟ تقصد سيدنا محمد. ومع هذا سيدنا محمد ما قالش ايه الحقوا بتشتمني، ده قال ألا تعجبون لما يصرف الله به الأذى عني. ده هي بتقول مذمم وأنا محمد، أي بس هي تقصدك. أنا عارف تقصدني، ما قالتش محمد.
بتوع اليومين دول من اول الدنمارك لغايه الفيلم وما فيلمش، اللي رسم كاريكاتير وحط خنجر وسيف وجاب نسوان حواليه، الصوره دي مش بتاعت سيدنا محمد، ده كاريكاتير شخبطه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام